مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة شمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نشوفوا الطريقة باش غادي نديروا الساندويتشات للدراري ملي كيبقى لينا الكمير بارد بحال هكذا. هانتوما كتشوفوا غادي نشدو نقسمو على جوج. ناخذ عندي هنايا الطون، عندي لاصوص دايراها متبلاها، داير فيها شويه ديال الزعتر، عندي الزيتون، عندي الفرماج محكوك. غادي ناخذ الكمير، غادي ندير له لاصوص، وغادي ندير ليه الطون، وغادي نزيد له شويه ديال الزيتون كحل، وغادي نزيد الفرماج. راه وجبه كتوجد بسرعه والدراري اكيد غتعجبهم الا ذاقوا غتعجبهم. وغادي نديرهم في الطاوه، غادي نستفهم، غادي نبقى هكذا حتى نكمل داك اللي عندي الكميه كامله. وغادي نزيد له الزيتون، وغادي نبقى هكذا حتى نسالي داك الكميه اللي عندي، وغادي ندخلها للفران. هانتوما كتشوفوا دابا غادي ندخلوا الفران، ها هو
طابها وجبتو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المشاهده، والى اللقاء الوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.